فمع بعض بقى الأربعة عاملين كده. الحلقة دي هتبقى سيريز تانية خالص، انا كنت عملتها زمان يعني، بس بالسيت اب بقى الجديد وكده هنقول بقى الحاجات الجديدة. السيريز دي اسمها Inside the Session، ودي تراكس من تراكس اللي انا بحبها يعني. دي اغنية تتر مسلسل صلة رحم كان في رمضان اللي فات، اخراج صديقي تامر نادي. هشرح ازاي انا عملتها وعمل ووك ثرو كده للسيشن، وهشرح الاغنية المراحل بتاعتها واتعملت ازاي لحد خالص الميكسينج والماسترينج وكده. فدي الاغنية الماسترد خلاص، هي دي اللي اتبعتت. انا مش هقدر اشرح الاغنية بالفوكلز لان انا معيش بيرميشن بداية يعني، طبعا غناها يعني الفنان محمد عدوية، ولحنها صديقي عبد الواحد، وكتبها صديقي محمود فاروق. فهسمعكم الماينس 1 اللي هي ما فيهاش فوكلز، ونشرح برضو كل الاغنيه، بس مش هشرح الفوكلز زي ما قلت لكم عشان يعني ذوقيا انا ما عنديش بيرميشن بدايه يعني. فانا هشرح لكم على الاقل انا الجزء بتاعي شغلنا يعني. تعالوا نسمع الماينس كده مع بعض، نسمع حته منها. بس دي طبعا يعني ده جزء طبعا كبير من الأغنية. هبدأ بقى أشرح الأغنية اتعملت ازاي بقى من الأول خالص. أنا ابتديت الأغنية دي زي ما انتوا سمعين الأغنية دي فيها أوركسترا. الأوركسترا دي عبارة عن سترينجز سكشن كبير قوي، اتسجلت في روسيا. كتبت أنا البورتس بتاعتها، كتبت لحنت الأجزاء بتاعتها كلها، وفيها بروس سكشن برضو في نفس الأوركسترا بتاعت روسيا دي اتسجلت في نفس الوقت. الأغنية دي كنا بندور على صوت يبقى يعني مناسب طبعا لقصة المسلسل وكده، والصوت ده كان يعني كان تامر كان قال لي إن هو عايز صوت قوي جدا ومعبر وبيج درومز وبيج أوركسترا وصوت كبير على قد ما نقدر يعني. حاولنا نعمل ده على قد ما نقدر يعني، وأعتقد يعني نجحت في ده يعني. بس فهوريكوا بقى
الاغنيه ابتدت ازاي. انا ابتديت بالاوركسترا وهوريكم انا ابتديت ازاي اكتب الاوركسترا، وبعد كده الدرمز، وبعد كده بقيه الاليمنتس بقى. ده السيشن بتاع السترينجز اللي انا كتبت فيه الاوركسترا والسترينجز والبراس. ابتديت انا طبعا الاغنيه بالنوتيشن بتاعه الاوركسترا، الكتابه بتاعه الاوركسترا يعني السترينجز والبراس وكده. طبعا كان معايا جايد فوكلز من ايهاب كنت شغال عليه، والاغنيه دي فيها زي ما قلت لكم فيها براس سكشن وفيها سترينجز. وكنت مهتم قوي ان انا يعني ابتدي الاغنيه، ودي حاجه انا تقريبا ما عملتهاش قبل كده، انا دايما ببتدي بالدرمز والبيز والكيز وكده، لكن الاغنيه دي بالذات عشان الاوركسترا هنا كانت هتبقى تلعب دور هيرو جدا، فقلت انا هالف الاوركسترا الاول وبعد كده هبني الاغنيه عليها، وده ابروتش مختلف عليا انا حتى، بس الموضوع طلع تمام يعني. السترينجز دي طبعا لايبرري، في طبعا سترينجز اتسجلت حقيقيه في الاخر اللي هي الاوركسترا اللي من روسيا. السترينجز دي اتعمل لها تو ليرنج، يعني طلعت تو لايبرريز، سي اس اس سينماتيك ستوديو سترينجز وسبيتفاير تشامبر سترينجز على ما اعتقد، واتعمل لهم هما الاثنين ليرنج يعني عشان الصوت يبقى اكبر واضخم يعني، واستخدمت ده از لاير في الاخر مع الاوركسترا الحقيقيه. السترينجز بقى اللاينز اللي مكتوبه هي عباره عن فايولين وفايولين 2 فيولا تشيلو ودبل بيس، وفي لاين ديفيزي في الفايولين 1. ديفيزي يعني اللاين الفايولين الاساسي بيتقسم 2، الفيرست شير بتتقسم 2 عشان لو عايز تكتب خط سادس بقى في الحكايه دي، لو عايز تزود هارموني او لحن او كده. البروس اتكتب كان ثلاث حاجات، ترومبتس وهورنز وترومبون. اللي عمل نوتيشن للسكور ده كان صديقي وجدي الويفي، وهو اقترح عليا ان احنا نزود توبا لان الاوركسترا كانت كده كده هي كان هيبقى فيها توبا. التوبا عاده بتبقى اوكتف اقل كمان من الترومبون، بيبقى صوتها بيزي جدا، فهو ساعدني في ده وهو كتب اللاين بتاع التوبا، فشكرا لي يعني. بس نرجع بقى للسترينجز. السترينجز زي ما قلت لكم عباره عن 6 لاينز، بس طبعا اللاين الاساسي هو الفايولين 1 اهو، فايولين 2 بعد كده فيولا تشيلو بعد كده دبل بيس. تشيمبر عاده صوتها اكسبريسيف اكتر، سينماتيك ستوديو سترينج صوتها اكبر واضخم، فانا بحب اكتب السترينجز يعني احاول اطلع يعني صوت اكسبريسيف على قد ما اقدر، وبعد كده بعمل لها ليرنج بعد كده بستوديو سترينجز. بس انا هوريكم ستوديو سترينجز لان التفاصيل هنا في ستوديو سترينجز البروجرامنج عاده بتاعه اسهل، لكن هبقى مشغل برضو الليرنج بتاع السبيت فاير في نفس الوقت. عادة بكتب السترينجز ببتدي اول بالفايولين 1 اللي هو الموست لايكلي بيبقى الجملة الاساسية اللي انا عايز اكتبها، اللحن الاساسي اللي انا بسمعه في دماغي يعني بألفه في دماغي، وبعد كده بكتبه الاول بكتب فايولين 1 عادة يعني، وبعد كده ببتدي احط الهارموني بتاعها، ولو في كاونتر بوينت بعمله، لو مفيش بسيبه زي ما هو، وببتدي يعني افرش السكور بالمنظر ده. فاول حاجة انا ألفتها كانت الفايولين 1. وده فايولين 1 مع 2، thank you.
واللاين الديفيزي بقى اللي فوق خالص ده كان بي اوفر دوب اوكتيف هاير عن الفايولين 1 علشان تديها باور اكتر يعني في الكورس. خش بقى البروس. البروس الجمل بتاعت البروس يعني هي مكمله للسترينجز يعني دورها اقل شويه من السترينجز يعني تقريبا بتلعب نفس الكوردز ما بتلعبش نوت مختلفه قوي عشان ما تعملش تبقاش يعني تو ماتش يعني انفورميشن فتشغل بس البروس لوحده كده